البوري البحري. معايا الشيخ محمد من داعي للتنوير الى بائع سمك، مسافة كبيرة جدا. ايه الموضوع ان الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة يعطينا تجارب، هذه التجارب بمثابة رسائل الهية لنخرج منها بدروس مستفادة. إن لم نستفد من هذه التجارب ونتعلم من هذه الدروس، سيظل الإنسان حبيس لمستوى وعيه اللي هو عايش به، سيظل في الألام اللي هو فيها. أنت بتقولي تعلمت من التجارب بتاعتك، هل تعلمت من التجارب اللي عدت بكل ما فيها؟ أم تعلمت من السجن اللي أنت قضيته تقريبا مدة سنة؟ نعم، السجن بالنسبة لي كان الجنة التي كنت أنشده. أول يوم في السجن كان بالنسبة لي أنا شايفه أسوأ أيام حياتي، ولكن بعد مرور يعني ساعات اكتشفت أن أنا بمر بتجربة جديدة جدا. كم سلام نفسي أنا ما شعرتش بيه بعد 4 سنين متواصلة من المناظرات والنقاشات والمحاضرات وسفر 4 دول وشغب مع الآخرين. أكتشف أن أنا في الزنزانة الانفرادي اللي هي المظلمة اللي ما فيهاش يعني وسائل معيشة، ولكن أنا سعيد. إزاي أنا سعيد؟ أنا بدور على السعادة، فاكتشفت أن السعادة أن أكون في حالة من السكينة والاستقرار والسلام النفسي عثرت عليها في السجن ولن أفرط فيها.